أستاذنا المبدع الجميل. أنا مش عارف أقول إيه، بس أنا اكتشفت حاجة جديدة النهاردة في دكتور حسام عقل، غير إن هو ناقد علامة كبيرة قوي. لا، أنا حسيت إن حضرتك مسرحت الرواية وأنت قاعد. يعني في كلام حضرتك وأنت بتقوله أنا كنت متخيل الحدوتة دي على المسرح. يلا لا ما انا مش هكتب حاجه. اقول كده مش حاصل. انا بص ارد المربعين بس على الشعر الكبير اللي الحرة لو جاله خانت، الحرة لو جاله خانت، اقطع لسان اللي جلك، عمر الحراير ما شانت، ضلوات قاصد يضلك. والراجل الحر عمره، الراجل الحر عمره ما يخوض في سيرة ولاية، والواطي يحكي ما همه بالحبة يعمل. حكاية. أحاول أفتكر حاجة صغيرة ممكن تناسب عملية القهر اللي موجودة في الرواية. قصيدة بعنوان طلسة. أنا أحاول أفتكرها يعني. بس دي ما تسجلهاش. أنت تقفل الفيديو.